منطقة مزارع شبعة والغجر 11:30 صباحا، دورية إسرائيلية تتعرض لكمين نصبه حزب الله، حيث أصاب صاروخان من نوع كورنيت الدورية وقتل ضابط وجندي وجرح 7 آخرين، ثم تطور الأمر إلى قصف على مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعة بالهاون، ثم ردت إسرائيل بالمدفعية وبغارة جوية على مواقع لحزب الله في الجنوب اللبناني. لكل مي שמנסה לאתגר אותנו מגבול הצפון. رد الجيش الإسرائيلي على الأحداث في الشمال، وإلى كل من يحاول تحدينا على الحدود الشمالية ننصحكم أن تروا ما حدث هنا ليس بعيدا عن سديروت في قطاع غزة. في الصيف الماضي تعرضت حماس لأقوى ضربة منذ تأسيسها، والجيش الإسرائيلي مستعد للعمل بقوة على كل الجبهات. هجوم اليوم والأحداث التي تلت غارة القنيطرة زادت من حدة التوتر في إسرائيل، وصدرت التعليمات للسكان بمحاذاة الشريط الحدودي التزام الحذر والبقاء قرب الملاجئ. الطائرات الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في الأجواء اللبنانية، إضافة إلى إغلاق المتنزهات وبعض الشوارع في الشمال الإسرائيلي. هذا ويشهد شمال إسرائيل حركة مكثفة لنقل عتاد ودبابات إلى الحدود الشمالية، تمهيدا ربما لعملية عسكرية واسعة. اجتماعات أمنية متتالية في إسرائيل، والمطبخ الثلاثي نتنياهو ليبرمان وقائد الأركان غانس في حال اجتماع دائم، وتفيد المصادر أن إسرائيل ستحاول تغيير معادلة الفعل ورد الفعل، وستقحم الدولة اللبنانية في صراعها مع حزب الله عن طريق ضرب منشآت حيوية في محاولة منها لإحداث ضغط لبناني داخلي على حزب الله. الحدود الشمالية لإسرائيل منذ اليوم لم تعد كما كانت عليه منذ حرب تموز في العام 2006. القيادة الإسرائيلية تتدارس الوضع وهي تحتار بين أمرين، إما عملية عسكرية محدودة تقحم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في صراع إسرائيل مع حزب الله، أو احتواء الضربة إلى ما بعد الانتخابات النيابية. من القدس، مجد الحلبي، MTV.